إذن صباح الخير متتبعي مجلة 24 من مدينة سطات. كما كتشاهدوا الآن هذا ملعب لينكس بمدينة سطات، اللي شو شحال من الفريق اللي كيلعب فيه هنايا داخل هذا الملعب، اللي تخسرت عليه ميزانية من وزارة الشباب. ولكن في غياب ملاعب القرب ديال مدينة سطات ما كاين حتى شي ملاعب القرب، كاين جوج، واحد في مجمع الخير يعني في الواجهة ديال شرق المدينة، وكاين واحد هنا بالقرب من الحي الفرح، يعني مستغل على المستوى ديال المناطق. إذا المدينة فيها توسع عمران، يعني كان بالأحرى أن يكون فيها واحد 6 ملاعب أو 7 ملاعب، ولكن للأسف حنا كنشوفوا بحال هاد الفرق الريادية اللي وليداتنا ما كيلقوش فين، وليداتنا ما كيلقوش حتى فين يلعبوا، كتلقى الزحام يعني هوا فرق بحال الاسود الشاويه، وكذلك فريق ديال النسمه السطاتيه، هما لاعبين يعني في نفس الملعب، يعني كل الفرق هنا فيها الفرق الكبار الصغار المتوسطين كلهم دايرين هنا، يعني ملعب هذا بشكل عشوائي. اذا هنا السلطات المسؤوله كان بالاحرى انها تفتح ملاعب اللي ممكن ان يستافدوا منها اولاد المدينه. اذا هنا متتبعي مجله 24 كتلاحظوا مجموعه ديال وليداتنا اليوم هنا كيعانوا في صمت مدينه سطات في ملعب واحد كبير اللي كاين في القرب ديال تيرانات النهضه السطاتيه. هذا الملعب يعني كيتستعمل من جميع الفرق. اذا هنا الرياضه بمدينه سطات مضروبه على عرض الحائط، يعني ما حتى واحد ما كيتسوق للرياضه، الرياضه محتاجه الوليدات ديالنا، محتاجين اننا خصنا نواكبوا المشاريع الرياضيه. هنا ما عندناش الاهتمام بالرياضي بشكل عام، حتى المسؤولين او المنتخبين اللي خصهم يدعموا هذه الفرق الرياضيه باش تكون واحد الفرق اللي كتمثل مدينه سطات احسن تمثيل. اذا غادي نمشيو حتى كاين حضور هنا اللاعب الدولي خالد رغيب، غادي ناخذوا معدو واحد ارتسامات حول واقع وضع على ضوء هذه المشاكل ديال الملاعب القرب، ناخذ من عنده شي كلمه. اذا السلام عليكم سي خالد رغيب، اسمح لينا في المباشر معنا في المجله 24، بغينا نتكلموا على الواقع ديال الملاعب القرب هنا والرياده فين وصلت في مدينه سطات. كما كتشوف حنا في الملعب دابا الملحق، يعني لولا الجامعه الملكيه المغربيه اللي صايبت هذا الملعب هذا كان غادي يبقى غير تربة. اليوم كتشوف اكتظاظ، لان حنا لاعبين واحد باش نخليو واحد الفريق ديال الاناث يلعب مع ال11، درنا واحد الفيستيفال بينه وبين فريق النسمه السطاتيه، كما كتشوف الوليدات ديال الاسود مع ديال النسمه لاعبين، هذا شيء جميل يكونوا الفراقي بحال هكا دائما بحال هكا، ولكن كيبقى مشكل هو ديال الملاعب اللي ما كاينش، لان هذا الملعب عليه ضغط كبير، كيلعبوا فيه تقريبا 4 ديال الفرق، فريق كبير، كذلك هاد الدراري الصغار، الدراري الوليدات الصغار، كذلك الصغار والفتيان والشبان اللي غادي تبدا البطوله ديالهم فين غادي يلعبوا. لذلك حنا كنطلبوا باش يكثروا من هاد الملاعب القرب، ولا تحط شي مشروع ريادي للسيد رئيس الجماعه ديال سطات، لانه كنعرفوا بان السي مصطفى الثانوي الانسان ديال الرياضه واللي يلعب في النهضه السطاتيه وغادي غير على المدينه غير على الرياضه. كنظن الا تحط شي مشروع ديال الرياضه من طرف اي فريق ولا هذا يعاونوه باش يكمل، ما يكونوش بعض الناس اللي عندهم غير ما عندهمش غير على الرياضه من مدينه سطات، باغيين غير يعارضوا من اجل المعارضه. ولكن حنايا حنا راه حنا كنقوموا بالواجب ديالنا من ناحيه ديال الوليدات، لانه لا يعقل بان هاد الوليدات هادو يمشيو. لا في حد ذاته دابا اسمح لي بين قوسين سي خالد، واش كيبان لك هنا بعض الاعضاء يقدروا يعارضوا لهاد المشاريع ديال الرياضه؟ راه ما غاديش تقول كل شيء، مثلا راه سمعان راه مخالفين. بالفعل راه مخالفين، لا بد ما غتلقى المعارضه، لا بد ما غتلقى شي حاجه. ولا مشروع ريادي ما فيش هو ريادي. انا كنقول من هذا المنبر، اي انسان اي فريق اللي طلب شي حاجه في الرياضه وكان في استطاعه ديال الجماعات مثل شي قطعه ارضيه ولا شي حاجه يسهلوا. موجود الاراضي، كاين الاراضي بزاف، كاين الاراضي حيزيات حدا هذا، ولكن حنا راه كنخدموا غير الرياضه. تماما يعني بعيده عن السياسه، بعيده عن السياسه. حنا راه ما حنا كنخسروا فلوس من جيوبنا على هاد الوليدات هادو، حنا راه ماشي بالفعل. راه عندنا دعم واحد هو ديال الجماعه، هو اللي عندنا الدعم ديال، حنا ما عندنا دعم ديال الجامعه، ما عندنا دعم ديال حتى شي حاجه، دعم وحيد اللي كناخذوا حنايا وهو الدعم ديال الجماعه ديال مدينه سطات. نعم. كنطلبوا لك كان شي مشروع رياضي يسهلوا مع هاد الاخوان هادو. نعم. بالنسبه هنا كنلاحظوا ان بعض المدن بحال الشمال
لاحظت واحد الجوله كدير تما، يعني كل كتدخل الشارع كتلقى ملعب القرب، ملعب القرب، ملعب، يعني ملاعب القرب ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. علاش مدينه الصطاد ما كتشاركش في القضيه ديال الملاعب القرب عن طريق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه؟ وحنا كنعرفوا المبادره التنميه البشريه كيستافدوا منها الجماعات في النقل المدرسي، هادشي اللي معروف عليها. هنا ما عندناش ملاعب قرب ديال المبادره. هادشي اللي بان لي انا حتى النقل المدرسي راني شفت في المجلس الاقليمي اللي كان حفلات كثيره اللي تفرقوا للجماعات. نعم. ولكن فين هي كما قلتي المبادره ديال الرياض؟ خاص مبادره ديال الرياض ما كايناش. انا راه مشيت لجميع المدن، انا راه اخر مره زرنا مدينه العيون راه لقيت فيها ما عرفتش 30 ملعب ديال القرب وملعب في مدينه وحده. مدينه العيون كتمشي لطوان، تمشي للدار البيضاء، كتمشي في اي بلاصه كتلقى فيها منطقه كيعطيوها للجماعه كيديروا فيها ملاعب القرب. اذا حنا راه كانت كان واحد المشروع ديال الشعبه والرياضه، وكان الوزير السابق حطوا الناس المشاريع، الصطات الوحيده اللي محطاتش قطع ارضيه باش دار فيها ملعب ديال القرب. علاش حنا ما عندناش هنا الاراضي ديال الجماعه والاراضي ديال الدومين اللي يقدروا يعطوا واحد القطع ارضيه ويديروا فيها ملاعب؟ صحيح صحيح. الرياضه راه هي القاطره ديال هذه المدينه. تمام. بكري ما كانتش، راه كانت عندنا هذه الصطات هي هي اللي كانت منوره. الرياضه راه كتجر، الرياضه راه تتجر. وحتى الوليدات يلقوا في العدي. حتى كتشوف دابا الوليدات هما شجوا هدف، كيفاش الوليدات كيفرحوا بالفعل. واش غادي يلعب في التراب بحال هاد الوليد الصغير؟ راه ما يمكنش. وحتى الملاعب ديال التراب راه ما كاينش، راه الله كاين بيران زهران وكاين سيدي عبد الكريم. هادو كلهم ديال التراب. هادو ديال التراب، لذلك خص على الاقل على الاقل واحد الربعه ولا خمسه الملاعب يكونوا في الصطات هنايا. الدراري الصغار هما يلقاو فين يلعبوا. صحيح صحيح صحيح. شكرا سي خالد رغيب اللاعب الدولي ديال المنتخب الوطني. اذا كما سمعتوا تصريحات خطيره من اللي كتصب على ان لابد ان لا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ولا المجلس البلدي ولا المجلس الاقليمي كاع المتدخلين خاصو يكون عندهم رؤيه رياديه على المدينه انها محتاجه ملاعب القرب. لما لا ان مدينه الصطات فعندنا توسع عمراني كبير وللاسف عندها ملاعب القرب جوج فيها العشب وجوج فيها التيران الحمري. للاسف هذا الشيء اللي كيوقع هنا في الرياضه، لان احنا سلطنا الضوء كرجال اعلام على هذه المساله ديال الملاعب القرب. يعني لابد ان تسريع وحتى عامل اقليم يولجوا لهذه القضيه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه للدعم ديال الملاعب القرب لفائده الشباب والوليدات ديالنا ديال مدينه الصطاد باش يكون عندنا فرق رياضيه في المستوى. اذا دمتم برعايه الله متتبعي مجله 24.